وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ رامي زهدي، رئيس وحدة الدراسات الأفريقية بمركز العرب. بعد التحية أستاذ رامي، يعني الرئيس تناول في كلماته عددا من النقاط المتعلقة بالشأن الأفريقي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، حوكمة النظام المالي العالمي بشكل يراعي احتياجات الدول النامية وخاصة الدول الأفريقية. كيف ترى هذه النقطة في ظل ما تواجهه القارة من تحديات حالية؟ هي كلمة الرئيس كانت شاملة لرؤية مصر الكاملة لمواضيع متعددة في القارة الأفريقية، خاصة مع تعدد الأدوار المصرية داخل القارة ومصر كمحور ربط بين أفريقيا والعالم. ولكن قضية التمويل العادل والمنصف للقارة الأفريقية وعلاج التراكمات السابقة من تراكم الديون وفوائد الديون، وتحديد الرئيس بأنه يمكن علاج هذه المشاكل إما بآليات تمويل جديدة أو بالمبادلة أو بتحويل بعض الديون إلى استثمارات، هو أمر شديد الأهمية، لأن القارة الأفريقية منفردة مع هذا الحجم من الديون لن تستطيع المضي قدما في جهود التنمية أو الإصلاح للقارة الأفريقية أو تنفيذ أي من البرامج المستهدفة. نعم صحيح، وهذا الأمر يعني يحتاج إلى أيضا التزام ومسؤولية من قبل الدول الكبرى في ملف مثل ملف التغيرات المناخية. الرئيس ذكره أيضا في إطار حديثه في ظل الرئاسة المصرية لقمة المناخ COP27، وتحدث عن مسؤولية الدول الكبرى في هذا الشأن. في رأيك يعني إلى أي مدى جاءت هذه الرسالة للدول الكبرى لتنفيذ تعهداتها تجاه الدول الأفريقية؟ الرسالة ضمنية ومباشرة أيضا في ذات الوقت، وهي أكثر من مرة تتكرر من مصر على لسان الرئيس بأنه يجب الانتقال من مرحلة التعهدات والوعود إلى مرحلة التنفيذ. بينما أيضا الرئيس لأنه يدير الملف بدرجة احترافية عالية، فإنه يرى بأن أفريقيا تمتلك من أدوات الضغط الجيوسياسي في هذا التوقيت الكثير لكي تلزم جميع القوى الدولية التي هي في الأساس أسباب أو سبب للتغيرات المناخية التي تعاني منها القارة بأن تفي بتعهداتها، خاصة وأن مزيدا من المشكلات في القارة الأفريقية نتيجة هذه الآثار السيئة للتغيرات المناخية سوف تنعكس لاحقا إن آجلا أو عاجلا على المجتمع الدولي، لأن الاقتصاد الأفريقي في النهاية هو جزء من الاقتصاد العالمي، ومشكلات القارة هي جزء من مشكلات العالم. نعم، أزمة الديون المتراكمة كما تفضلت، يعني إذا ما تم التعامل معها كما ذكر الرئيس بفكرة المبادلة أو تحويل هذه الديون إلى استثمارات، كيف يمكن للعالم أن يتجاوب مع يعني هذه الدعوة، خاصة في ظل ما يحيط بالعالم تحديات اقتصادية حالية؟ في ظروف اقتصادية صعبة يواجهها العالم وصراعات دولية كبيرة جدا، أصبح أمر تعثر عدد كبير من الدول الأفريقية في الوفاء بالتزاماتها من الديون وفوائد الديون وفوائد خدمة الديون، أمر محتمل ومرجح جدا. وبالتالي ليس من المفيد لكافة الأطراف أن تتعثر هذه الدول وتتوقف فنفقد عجلة التواصل التمويلي التنموي والمشروعات الاقتصادية فيما بين القارة والعالم. إذا تفهم القوى الدولية الكبرى والجهات الدولية المانحة أو المؤسسات الدولية المالية للأزمة في القارة الأفريقية، وهي أزمة متراكمة منذ كورونا ثم الحرب الأوكرانية ثم تعثر الاقتصاد العالمي، هو أمر يصب في مصلحة الجميع. نعم طيب، أفريقيا تعاني منذ يعني سنوات طويلة من إهدار الثروات التي تمتلكها. أفريقيا تقوم بتصدير المواد الخام ثم استيرادها في صورة سلع. هذا الأمر تم تناوله في أكثر من مؤتمر وأكثر من قمة للاتحاد الأفريقي. هل في رأيك التكامل الأفريقي اقتصاديا يمكن أن يواجه هذه الأزمة؟ بالتأكيد، وهو أحد الشواغل الهامة للدولة المصرية منذ العام 14، وفي أثناء ترأس مصر للاتحاد الأفريقي في العام 19 حولت مصر حلم اتفاقية التجارة الحرة القارية الشاملة إلى واقع، وهي الآن أوشكت أو تمضي قدما في عملية دمج التكتلات الاقتصادية، لأن مصر تدرك جيدا وعدد كبير من الدول الأفريقية تتشارك هذا الرأي بأن التكامل الاقتصادي الأفريقي وفرص إيجاد سلاسل إمداد وتمويل محلية إقليمية أفريقية هي فرص واعدة لحل مشكلات مزمنة في القارة الأفريقية، منها الأمن الغذائي ومنها الأمن الطاقي.
خروج الخامات بقيمه مضافه ضعيفه او بصورتها الاولى دون اجراء اي عمليات تصنيعيه، امر يسبب ضرر لجميع الدول الافريقيه، بينما ربط مواقع الاستكشاف واماكن وجود الخامات بالنقاط التصنيعيه الكبيره في القاره الافريقيه مع ايجاد غطاء تمويلي وتشريعي يضاعف من القيمه المضافه للمنتج الافريقي. اشكرك الاستاذ رامي زهدي، رئيس وحده الدراسات الافريقيه بمركز العرب.